أعزائي المشاهدين، ننوه أنه انضم إلينا خلال هذه النشرة ضيف النشرة لهذا المساء محمد الأمين مولود، السيد مدير الإنتاج بالشركة الوطنية للسكر، الواقع والتحديات التي تواجه الشركة الوطنية للسكر خلال هذه النشرة. شهدت مدينة كمرة الانطلاقة الحملة الرسمية لتوزيع الناموسيات المعقمة لهذا العام، حيث جاءت الانطلاقة بقرية كوكو التي تبعد بحوالي 15 كيلومترا من مدينة كمرة بحضور العديد من المعنيين في المجال الصحي بمدينة كمرة. التفاصيل لدى أحمد حامد عبد المجيد. يعد مرض الملاريا من بين أخطر الأمراض المسببة لموت الآلاف حول العالم، وخاصة في إفريقيا جنوب الصحراء حسب منظمة الصحة العالمية. وعليه جاءت الانطلاقة الرسمية لعملية توزيع الناموسيات المعقمة بقرية كوكو التي تبعد حوالي 15 كيلومتر من مدينة كمرة بإقليم مندول، حيث ترأست المناسبة وزيرة الصحة العامة إنغربتنا كارميل سوكات وحاكم الإقليم عيسى الجدي، إلى جانب سفير فرنسا بالبلاد ورئيسة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في تشاد وعدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين بالإقليم. ونظرا لأهمية التوعية الخاصة باستعمال الناموسيات للحد من خطر الإصابة بمرض الملاريا، قدمت مسرحية توعوية للسكان من أجل نشر الوعي بخطورة الإصابة بمرض الملاريا. عيسى الجدي بصفته المسؤول الأول بالإقليم أشاد بعملية توزيع الناموسيات للسكان بشكل مجاني، وقال إن لهذه العملية دورا فعالا في تقليص خطر الإصابة بالملاريا، كما شكر المنظمين لاختيارهم إقليم مندول ليكون نقطة الانطلاقة الرسمية لعملية توزيع الناموسيات. من جانبها، قدمت رئيسة برنامج الأمم المتحدة للتنمية كارولين سلوف بعض الإحصائيات التي تشير إلى عدد المصابين بالملاريا في تشاد، حيث أن الملاريا سببا بنسبة 35.2% في حالات الوفيات، حيث تم تسجيل 1572 حالة وفاة بسبب الملاريا في عام 2015. ونظرا لخطورة هذا الداء، جددت وقوف منظمة الأمم المتحدة مع الحكومة التشادية لمكافحة هذا المرض. وأخيرا، قدمت وزيرة الصحة العامة إنغربتنا كارميل سوكات خطابا أوضحت فيه جهود الحكومة التشادية في مجال مكافحة مرض الملاريا في جميع الأقاليم، وذلك من خلال وضع برنامج وطني خاص لمكافحة الملاريا، وعن الأقاليم المستفيدة من التوزيع المجاني للناموسيات المعقمة. صرح المنسق العام النائب لبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا قائلا: التوزيع ده يعني الأول بداية، ده بخص المندول والمنشري، ويعني القصة الثانية ده يخش اللوجون اورينتال واللوجون اوكسيدنتال، خصة الثالث ده يخص التانجيلي والمايوكي بي استو ويستو، كده نمشوا حتى الباتها اللاك السلامات والشريبة قرمي والحجر لمس. هذا وفي نهاية المناسبة، قامت الوزيرة والمسؤولين بتوزيع بعض الناموسيات لسكان المنطقة وبعض الأدوية الطبية لمسؤول المركز الصحي بالإقليم.